اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. النهارده عاملين لكم حلقه مخصوصه هتعجبكم جدا ان شاء الله. هي حلقه للاطفال وللكبار، الاكل اللي احنا بنحب ناكله، يعني الفاست فود اللي بناكله من المحلات، بس احنا هنعمله في البيت. فهنعمل النهارده برجر باللحمه، وهنعمل ناجتس فراخ، وهنعمل جنبهم سلطة الكول سلو اللي كلنا بنحبها وبناكلها برضو من برة، وهنعمل كمان ويدجز بس بطاطا مش بطاطس. هبدأ أول حاجة بالبرجر. احنا عملنا كذا مرة البرجر هنا في البرنامج، بس عملناه من غير فول الصويا عشان يبقى مغذي وكده. طبعا فول الصويا مغذي جدا، بس يعني عشان يبقى لحمة بس، والناس اشتكت قالوا لي لا احنا عايزين اللي بالفول الصويا زي اللي بناكله بره بالظبط. فحاضر، النهارده عندنا البرجر، عندي لحمه مفرومه، عندي فول صويا بنجيبه من عند العطار ونقعناه في ميه سخنه، وبعدين صفينا منه الميه كويس جدا، مش عايزه الميه الزياده اللي موجوده فيه، صفوه بايديكم. وبعدين عندي بصل مفروم ناعم، انا مستخدمه بصل احمر، وينفع يكون بصل ابيض، وكمان ممكن ندخل معاه شويه بصل اخضر بيديله طعم حلو جدا، ملح وفلفل. وعندي كمان بهارات شاورما بتتجاب برده من عند العطار، وعندي شويه بقدونس مفروم. ده للبرجر نفسه عشان نمسكه، ممكن هنحط له بيضه، ممكن نحط له بقسماط، شويه بقسماط او شويه دقيق، يعني زي ما انتم عايزين كله ينفع. للتقديم عندي طبعا عيش كايزر، وعندي جبنة سلايسز، وعندي طماطم وبصل وفلفل رومي. أنا بحب البرجر جدا مع الفلفل الرومي، ولو جربتوه مش هتاكلوه من غيره. فتعالوا نبدأ. بولة، لحمة، ممكن كمان عايزة بصراحة أديهم فرمة في الكبة، إيه رأيكم؟ عشان ناخد نتيجة أحسن وأسهل كمان. هعمل إيه؟ أحط فول الصويا. بصوا الطبق، البولة ما فيهاش مية خالص، هو دي النتيجة اللي أنا عايزاها، إن أنا أصفي الفول لحد ما يبقاش فيه مية خالص، تعصروه حتى بإيديكوا كده ويتنقع فترة محترمة في مية سخنة عشان يطرى خالص، ويدينا طبعا مفيد جدا جدا. ننزل اللحمة، اوكي، هخلي دول عشان لو محتاجة ازود تاني. وبعدين هحط معاهم ملح، وهحط معاهم فلفل، هحط بهارات البرجر، وبعد كده هضرب الاول ضربه، وبعدين نبتدي نزود بقى البصل. اوكي، نزل لهم بيضه، نساعد بس ان المكونات كلها تنزل مع بعض. انا حطيت بيضة بس عشان يعني ايه المكونات تمسك مع بعضها. وهنحط دلوقتي البصل والبقدونس، بصل مفروم ناعم، ورشة من البقدونس، ونضرب تاني. مش عايزاه يعني يبقى ميه مع بعضه، بس يعني يخش في بعضه كويس عشان لما اجي اشكله ما يغلبنيش. عمر معانا؟ ايوه يا عمر. عمر، الو. ايوه يا عمر، اتفضل. ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل، عندك سؤال؟
والله انا اكلك كل يوم بتفرج عليه البرنامج، بحب جدا اكلك. اشكرك. في اي سؤال يا عمر؟ لكن كان عندي سؤال، هل ينفع تعمل لنا همبرجر كده يكون محشي جبنه من جوه؟ اه طبعا ينفع، هنعمله دلوقتي حالا. خليك معايا تابعني. هنحشي البرجر دلوقتي حالا جبنه، هو الموضوع مش مختلف خالص عن اللي احنا بنعمله وسهل جدا. حاضر، هنزل بقى هنا المقدار كله في بوله كبيره عشان اخلط كويس. معانا اسامه. سما، ايه السمع ايه النهارده؟ سما. ايوه ايوه اتفضلي يا سما. سما اتفضلي. ازيك يا بنت امير؟ ازيك يا سما؟ ازيك يا بنت امير؟ انا كويسه يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي يا حبيبتي، عايز تسالي على ايه؟ عايز اسال على البيتزا. البيتزا؟ حاضر يا سما. بالايه يا سما؟ بالمارجريتا ولا بايه؟ خدي مروان اخويا. حاضر، هاتي مروان اخوكي. ايوه يا مروان. الخط قطع يا مروان، معلش كلمني تاني. هقولك البيتزا حالا يا سما، حالا حالا. اما بالنسبه للبرجر بقى، فاحنا هنبتدي دلوقتي. انا عليت الجريل، هحط عليها معلقه كده من الزيت بس عشان اتاكد ان البرجر بتاعي مش هيلزق. و هنعمل دلوقتي البرجر وكمان هنحشيه جبنه. طيب نتاكد بس ان يعني هشوف بايدي كده اتاكد ان البرجر بيمسك في بعضه كويس ولا محتاج رشه من البقسماط. نبص بس كده. لا كويس قوي، مش محتاج حاجه. خلوا بالكم كمان ان الفول بيخليه يمسك في نفسه. هعمل ايه؟ هاخد الحجم بقى اللي احنا عايزينه. في ناس بتحب البرجر تخين، في ناس بتحب براحتكم. عايزين تستخدموا القطعات فيبقى عندكم شكل كده وحجم واحد للبرجر براحتكم برضو. احنا بس يعني بنحاول ان احنا نسهل عشان الامور تبقى بسيطه. ادي اول واحده، هاخد واحدة كمان بس افتح الجبنة الاول عشان نحشيها. جبنة بقى موتزاريلا، جبنة تشادر، تحطوا تشكيلة من الجبن مفيش مشكلة. هاخد الجبنة اذا كان يعني يستحسن ان هي ما تكونش مبشورة بس عشان تبقى اسهل بالنسبة لكم. نطبقها كده. وهاخد البرجر اعمل فيه تجويف من النص، احط الجبنة واقفل البرجر على نفسه. وكده بقى عندنا البرجر اللي محشي جبنه. امور سهله جدا، مفيش اي مشاكل، مفيش تعقيدات اهو كده. طيب للي عايز يخزن البرجر او يفرزه، هناخد البرجر زي ما احنا عملناه كده ونحطه على صينيه في الفرن. اهم حاجه يكون طبقه واحده، ما يكونش فوق بعضه. لما يجمد ويمسك نفسه هحط البرجرات فوق بعض عشان المساحه في الفريزر. بس اهم حاجه اعمل فواصل باكياس بلاستيك بس كده. وبقى عندنا برجر موجود في البيت طول الوقت، نطلع ونستخدم منه على طول اهو كده. هعمل واحده كمان وخلاص. ولا كده اهو كده عملنا البرجر. نتخلص بقى من البوله خالص. معانا محمد. الو. ايوه يا محمد. ايه حبيبتي، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا بس عايزه اسال، انا اجيب فول الصويا منين؟ من عند العطار يا حبيبي. طب هو في مكان غيره؟ لا هو موجود عند اي عطار. تمام. اي عطار؟ العفو يا حبيبي. اي عطار يا جماعه في السوبر ماركت الكبيره او العطارين بتوعنا العاديين. استاذ محمود معانا، وبعدين نعمل ايه؟ انا عايزه اطمن بس هنا. نبدا باول واحده حطيناها. ها بالراحه خالص، لسه شويه.
ريحته جميلة. هنحط ايه بقى على الشواية برضو؟ هنحط طماطم، طبعا تقدروا تستخدموهم فريش بس انا عايزة نعمل شوية تغيير في الطعم وهنشويهم، مش عايزة اقول لكم الريحة هنا عاملة ازاي. كده ودول للتقديم. بولا؟ الو؟ ايوه؟ الو؟ ايوه يا بولا اتفضلي. ايوه حضرتك، ايوه حضرتك، كنت عايزه اسال على الشيكن وينجز اللي هي السبايسي. الايه حبيبتي؟ ولد انا اسفه. بولا ممكن تقولي انت بتسال على ايه عشان انا ما سمعتش كويس؟ الشيكن وينجز السبايسي. التشيكن وينجز السبايسي. حاضر حالا، شكرا يا بولا، هقول لك حالا. حاضر حاضر. كده امبارح جالي تليفون عن التشيز كيك وما ردتش عليها، لو ما معناش تليفون ممكن ارد على الاسئله. اما معانا تليفون، مين معانا؟ هاجر معانا. الو يا هاجر. هاجر 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 ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا هاجر، عامله ايه؟ قولي لي عايز تسالي على ايه؟ عايز اسال على الكيكه. الكيكه حاضر، ممكن تنزلوا لنا مقادير الكيك؟ اوكي، نجيب طبق بقى نحط عليه البرجرز بعد ما تستوي، احنا مش مستعجلين هنديها وقتها. اوكي طيب، بالنسبه للتشيز كيك اللي اتسالت عليها امبارح هنعمل ايه؟ القاعده بنجيب بسكوت بنحط معاه زبده، نضربهم كويس قوي مع بعض في الكبه، وبعد كده بنحطهم في القاعده بتاعه الصينيه او الطبق او الكاس او ايا كان، نضغط عليهم كويس قوي، يدخلوهم الثلاجه يدخلوهم الفرن لمده 10 دقائق. بعد كده الكيكة الاسفنجية على الشاشة اللي بيسأل على الكيك. بعد كده الفيلنج بتاعها أو الحشو بتاعها بنجيب كريمة مخفوقة وجبنة كريمية بنحطهم على بعض، بنحط معاهم قشطة وبنحط معاهم لبن مكثف محلى ونضغط ونضرب كل ده مع بعضه. بعد كده بنحط لهم شوية جيلاتين متدوب في مية سخنة. كده احنا بقى عندنا الفيلنج البيسك اللي هو مفهوش طعم، عايزين بقى تدخلوا له انتوا اي طعم جوه الفيلنج براحتكم زي ما انتوا عايزين، او بتعملوها كده وتدخلوها الثلاجه لمده من 6 ل 8 ساعات، وبعد كده بتحطوا لها التوبنج او الصوص اللي انتوا عايزينه سواء كان كراميل، حاجه من الفاكهه، شوكولاته، براحتكم. كده عندنا التشيز كيك. ايه تاني اسئله؟ حاضر يا فندم، نطلع فاصل ونرجع لحد ما البرجر يستوي، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. احنا ما عملناش حاجه خالص، طلعنا الخضار بعد ما اتشوى وطلعنا اتنين من البرجر وفاضل اتنين، هنشوفهم بقى اخبارهم ايه. بصوا دي اللي احنا عملناها بالمحشيه جبنه اهي، كده كده كده. عايزه اتخلص من دي ورا عشان مش هستخدمها دلوقتي ومش عايز اسيبها تقعد ايه تسخن. نترجعها هنا وبعدين شوينا الخضار زي ما اتفقنا عشان ناخد طعم يكون شوية مختلف. اوكي بعدين هنعمل ايه؟
هنعمل طبق جانبي. احنا عندنا شوية بومفريت او بطاطس متحمرة عشان هنقدمها مع البرجر، بس احنا عايزين برضو نقدم حاجة جنبها تكون شوية مختلفة. احنا هنعمل النهاردة بطاطا ويدجز، وممكن تستبدلوها بالبطاطس، وممكن تحطوا الاثنين مع بعض في نفس الطبق. فعندي هنا بطاطا جبناها غسلناها كويس جدا عشان هنسيب القشر عليها، فغسلناها كويس قوي، وبعد كده اديناها على البخار نص سوا. عندي بعد كده عسل ابيض، ثوم بودره، زعتر هنا مجفف ولو في فرش اوكي، وعندي شويه بابريكا، اكيد معايا ملح وفلفل وشويه زيت، ملح وفلفل وشويه زيت، وعندي صاج للفرن عليه ورق زبده. هنا هنعمل ايه بقى؟ ورق الزبده ده الاول هنديله رشه من الزيت، ورشه من الملح عشان اضمن ان مفيش حاجه هتلزق عليه، على البطاطا بقى نفسها هاخد بولة احط فيها شوية زيت، زيت ذرة عادي خالص، عايزين تحطوا زيتون حطوا زيت زيتون، هحط على الزيت ملح فلفل ثوم بودرة زعتر بابريكا، وعايزة اقلب كل الكلام ده مع بعضه، وانزل لهم كمان العسل. نحط بقى شوية عسل ابيض يعني معلقة تقريبا، نحط بس شوية زيت عشان نفك العسل شوية، وبعدين هنرص البطاطا معنا. ساندي على التليفون. الو. ايوه يا ساندي. ازيك يا استاذة أميرة؟ بجد يعني انت بالنسبة لي احلى طباخة في الصفرة كلها. ميرسي يعني ربنا. انا بحاول اتعلم من لبسك ومن شعرك ومن الميك اب بتاعك بجد. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يخليكي، انا وكل زمايلي كويسين واحسن من بعض. ميرسي، تسلمي لي. عايز تسالي على حاجه؟ عايزه اسال سؤالين. اول سؤال، بما انها حلقه المطاعم يعني، عارفه اللي هي الشيلي فراي اللي هي بتبقى عايزه الوصفه بعدين. حاضر. وسؤال تاني هو عباره عن اتيكيت شويه. اتفضلي. انا دلوقتي لما ببقى قاعده دايما غصب عني بتجسع، مش عارفه هي ممكن تكون مشروبات او حاجه، مش عارفه، انصحيني بعد اذنك. حاضر، نورتيني، شكرا. رصينا كده البطاطا، وبعدين هاخد الخليط اللي احنا عملناه ده وننزله كده ايه على البطاطا. اتاكد بس ان هو متوزع كده تمام، وبعدين ندخل البطاطا دي الفرن درجة حرارة 180 او اعلى شوية، والشواية شغالة لان انا عندي البطاطا اوريدي مستوية. ممكن جدا تزودوا الخليط اللي احنا عملناه ده وتنزلوا البطاطا جواه فيبقى مغلفها كلها، بس انا بصراحة ما بحبش اضغى على طعم البطاطا نفسه، يعني بحب الدنيا تبقى هادية شوية. نعمل كده. هرجع تاني الجريل عشان عايزة احط عليها العيش، ناخد من طعم البرجر، بس هحط بقى شوية زيت كمان خفاف كده هنا كده، وبعدين هنفتح العيش نصين ونحطه على الجريل ياخد كده ايه طعم لطيف قوي من البرجر.
كده. اخر واحد. معانا نهى. ايوه يا نهى. نهى اتفضلي. نهى. معانا فاطمه. الو. ايوه. ازيك يا فاطمه؟ ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه. قولي لي، ممكن يا فاطمه تعمل لنا كب كيك؟ ممكن طبعا. انتي ما شفتيش يا فاطمه الحلقه بتاعت الكب كيكس اللي احنا عملناها؟ لا شفت. شفتيها؟ وعملتيها ولا ما عملتيهاش؟ لا. لا. طيب هنعمل مره كمان. حاضر حاضر يا فاطمه. بص هنا على العيش. خلاص كده، مش عايزه العيش ان هو يبصوا، يا دوبك بصوا يا دوبك سخن وخد الطعم بتاع الخضروات اللي احنا شويناها وكمان البرجر، عشان بس الدنيا ما ايه ما تعملش مننا قوي. اوكي نكون بقى الساندوتش بتاعنا. انا عندي هنا كاتشب ومستردة ومايونيز، انا هحطهم مع التقديم وكل واحد يحط اللي هو عايزه. عايزين انتوا واثقين كل واحد بيحب ايه جوه الساندوتش يحط هو عايز ايه جوه الساندوتش حسب بقى براحتكم. هنحط البرجر، وهحط البصل اللي احنا شويناه والطماطم اللي احنا شويناها وكمان الفلفل الرومي اللي احنا شويناه. ده اول واحد. نعمل واحد كمان نحط فيه البرجر اللي احنا عملناه باللي اسمها ايه، بالجبنه، محشي جبنه كده، والطماطم، الفلفل، نحط معاهم شوية بطاطس. عندنا شوية بطاطس احنا محمرينهم قبل الهواء عشان التقديم. نحطها هنا كده والمايونيز والكاتشب والمستردة حسب بقى الذوق، كل واحد يحط اللي هو عايزه. دول نكملهم بعد الهواء بقى كده وناكلهم احنا براحتنا. نطلع فاصل؟ طيب حاضر. طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع عشان نعمل الناجتس مع بعض، استنونا. بعد الفاصل احنا البطاطا عندنا في الفرن، البرجر طلع وقدمناه. دلوقتي هنعمل مع بعض اكتر وصفه الولاد كلهم بيحبوها، وصفه الناجتس. مفيش داعي ان احنا نشتريها من بره، سهله جدا وسريعه جدا، ونقدر نحشي جوه الناجتس اي خضار الولاد ما بيحبوش ياكلوه او اي حاجه مش عايزين ياكلوها، مش هيحسوا بطعمها. فالمقادير بمنتهى البساطه والسلاسه. عندي فراخ تكون مفرومه، بنشتريها مفرومه او بنشتري صدور ونفرمها في البيت، الاريح لكم. عندي بصل مفروم ناعم جدا، وعندي كمان كرفس مفروم ناعم جدا، وتوم، هحط ملح وفلفل، ممكن بقى نحط شويه بابريكا، وممكن نحط شويه توم بودره، وممكن نحط شويه زعتر. ادي اهي الحاجات اللي هنا. ممكن نحط شويه قرفه، قرفه، ممكن بقى تحطوا جزر، ممكن تحطوا كرات، ممكن يعني فاهمين قصدي ازاي؟ العبوا بقى زي ما انتوا عايزين. ممكن تحطوا رشه بقدونس او كزبره. وعندي زيت للقلي، عندي كمان بيض وبقسماط ودقيق للبانيه. ممكن تعملوهم وتحطوهم في صاج وتقطعوهم عشان يبقوا اشكال، وممكن تعملوهم مدورين على طول كده بايديكم. تعالوا بس نبدا الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه.
الفرن قدامه دقيقة واحدة. نفتح هنا، هاخدها معايا بس هناك عشان ابقى بعيدة عن الزيت واشتغل براحتي، وبعدين نبقى نروح هناك. سباتولا او معلقة نحط هنا الفراخ المفرومة، هحط عليها ثوم مفروم، كرفس مفروم، بصل احمر مفروم ناعم جدا، ثوم بودرة، بابريكا، شوية زعتر، اي منكهات انتوا عايزينها، شوية قرفة، واكيد شوية ملح وفلفل. معانا مروان على التليفون. مروان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مامت أمينة؟ ازيك يا حبيبي؟ قولي يا حبيبي عايز تسأل على ايه؟ الحمد لله. عايز تسأل على ايه مروان؟ عايز اسأل على عجينة البيتزا. عجينة البيتزا انا حاضر. حاضر يا مروان. عشان احنا مش عارفين نعملها. لا حالا هقول لك عليها. حاضر. انا جالي السؤال ده قبل كده على فكرة، شوية بقسومات، هرد على مروان حالا وهروح اضرب الكلام ده في الكبة كويس قوي الاول مع بعض، وخلي دي هنا عشان هحتاجها. الزيت شغال هنا كويس قوي اهو. نقفل الكبة ونخلط الحاجات دي كلها مع بعض. معانا مريم. ايوه يا مريم اتفضلي. انا عايز تسألي على ايه مريم؟ تورتة الجيلي. تورتة الجيلي، انا سامعه صح؟ طيب حاضر. حاضر يا مريم. كده الناجتس جهزت. بصوا بقى هنعمل ايه. نقول بقى لو ما معيش تليفون عايزه اقول البيتزا بس عشان معايا، اما معيش. طيب اوكي. البيتزا يا جماعه كيلو الدقيق بنحط عليه 3 معالق من زيت الزيتون، بنحط معاهم معلقه من السكر، معلقه من الخميره الفوريه، ثوم بودره، بصل بودره، زعتر بودره، زعتر مجفف. نخلط كل المكونات دي مع بعض، بعدين نبتدي ننزل بالميه الدافيه، بياخد حوالي 600 مللي من الميه. نخلط لحد ما الدقيق يبقى تمام معانا. لا ما تقلقوش الزيت تمام. وبعدين نسيبها تخمر، بعد كده بنقطعها ونفردها ونحط عليها المكونات اللي انتوا عايزينها. دي البيتزا. بيتزا على الشاشه اهي. انا عايزه اعمل ايه بقى؟ دي هنا للقلب، ودي بصوا بقى، بس عايزه اوريكم فكره ان انتوا تعملوها اشكال. بقسماط. نفرد الناجتس بتاعتنا برضو نفس فكرة البرجر بالظبط. بعد ما تعملوا ده ممكن جدا تفردوها على صينية وتدخلوها الفريزر، وبعد ما تتجمد تبتدوا تحطوها في اكياس على بعض. هنعمل كده اهو. ناخد شوية بقسماط كده على الوش. شوية بقسماط كمان. مريم تاني. اوكي حاضر. مريم اتفضلي. الو. ايوه يا مريم. لو سمحتي كنت عايزه اعرف ايه الشيكن وينجز والايس كريم كب كيكس. مريم 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 انا مش سامعه. وايه تاني؟ الكب كيكس سمعتها، ايه تاني؟ وكنت عايزه طريقه الشيكن وينجز السبايسي. الشيكن وينجز السبايسي والكب كيكس. حاضر. ممكن طريقه الكب كيكس تنزلوها؟ معلش يا نهله. وطريقه السبايسي وينجز هقولها لك حالا. بصوا بقى هناخد كده، ويبقى عندنا الشكل اللي احنا عايزينه. شكرا يا نهله. اسماء معانا؟
أسماء. شكرا يا أسماء، معلش كلميني تاني أنا أسف. هناخد كده أهو، احنا كده لسه مخلصناش، هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. ناخد بس ايه تلاتة كمان، البواقي دول هنلمهم نعجنهم تاني مع بعض ونعمل برضو منهم اشكال، او زي ما قلت لكم ممكن نشكلهم بايدينا اهو. بس كده خلاص، كفايه كفايه. نعمل ايه بقى؟ هاخد الاشكال اللي عندي هنا نزلها هنا في الدقيق، من الدقيق هطلع على البيض اهو، متقلقوش خالص كله تحت السيطرة، مش عايزاك تقلقوا من حاجة. معانا فريدة. فريدة ايوه اتفضلي. انا كنت عايزه اعرف ايوه اتفضلي انا معاكي. انا كنت ان انا دايما لما بعمل لما بعمل الكيكه اللي هي الكيكه الاسفنجيه ايوه يعني بتطلع بعد الفرن بتبقى مايله مايله. اوكي حاضر يا فريده. خدنا هنا من الدقيق هننزل في البيض، ومن البيض على البقسماط، ومن البقسماط على ايه؟ على الزيت. الكيكة الاسفنجية لو بتطلع مايلة قدامك بقى ثلاث غلطات ممكن تكوني عملتيهم. اول حاجة العجينة ما كانتش متسوية كويس قوي في الصينية، يعني انت اوريدي مدخلاها مش متسوية، او درجة حرارة الفرن مش متوزعة مظبوط، في حتت عالية وحتت واطية، او الفرن نفسه الراك بتاعه برضو مش مظبوط، في حتة عالية وحتة واطية. دي التلات أسباب اللي ممكن تطلع الكيكة عالية من حتة وهبطانة من حتة تانية. دقيق، بيض، بقسماط. طبعا طبعا زي أي حاجة بنحمرها لو أخدت وقتها وقعدت في التلاجة بعد المرحلة بتاعت البقسماط 10 دقايق ربع ساعة هتديني نتيجة أحسن بكتير. أنا ما عنديش الرفاهية دي، بس انتوا تعملوا كده في البيت عشان ما يتفكش من بعضها. اخر واحدة نروح هنا، هعلي على الزيت عشان كنت وطيت. نطلع فاصل. طيب حاضر. طب ممكن ننزل واحدة بس قبل ما نطلع فاصل. هحط كل الناجتس في البقسماط من الناحيتين كويس قوي، هنزلهم على الزيت حامي وهنقليهم عادي خالص. انا هعمل ده في الفاصل، وانتوا هتطلعوا فاصل وترجعوا، استنونا. بعد الفاصل طلعنا البطاطا قبل الفاصل مع بعض من الفرن، وطلعنا كمان الناجتس بعد ما اتقلت بشكلها وريحتها، ومتاكده ان طعمها هيعجبكم جدا وهيعجب الولاد كمان اكتر من اللي بياكلوها من بره بكتير. تحتفظوا بيها زي ما قلت لكم طريقه التجميد بتاعتها، وتطلعوا للمدرسه للعشاء، صحاب الولاد جم بسرعه، ايا كان، وتعيشوا حياتكم هتعجبكم جدا جدا جدا. عاده بناكل ايه مع الكلام ده؟ عاده بناكل الكول سلو اللي بنجيبها من بره بتبقى جاهزه. احنا النهارده هنعملها في البيت بطريقه سهله وسريعه، وهقول لكم برده الخطوات اللي هتفرق شويه في النتيجه بتاعه الكول سلو. للكول سلو عندي كرنب ابيض او الكرنب الصيني او كرنب السلطه، كل منطقه بتسميه باسم مفيش مشكله خالص، النتيجه واحده. واقطعه رفيع جدا جدا جدا. جزر مبشور ناعم جدا
عندي عسل ابيض، زبادي، مايونيز، اللمسه السحريه بتاعتي اللي ما بتتعملش بره، البصل الاخضر هحط منه حته صغيره قوي، اكيد معايا ملح، ومعايا نقطه عصير ليمون او خل ابيض زي ما انتوا عايزين. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. هنعمل اول حاجه الدريسنج. تعالوا نعمل الدريسنج مع بعض الاول. هاخد عصير ليمون وهاخد الملح بس عشان اقف وما ارجعش تاني. طيب هناخد الزبادي مايونيز. عاده هي بتتعمل بالمايونيز بس الحقيقه يعني، بس احنا بنحط لها الزبادي لانه هيديها طراوه وكمان هتبقى اخف كتير واحلى من اللي بتاكلوها بره. لو البديل بتاع الزبادي اللبن الرايب كده، نقطه عصير ليمون او خل. حلو البرجر ها، الف هنا. ملح ملح، عسل ابيض، وممكن بدل العسل سكر، لو مش عايزين عسل ممكن سكر ابيض. نعمل كده. هاخد بصلايه واحده من دول، هجيب سكينه. البصلايه لازم تكون رفيعه جدا، مش عشان انا عايزاها رفيعه ما انا ممكن افرمها ناعم، لا، عشان البصل الرفيع بيبقى حدته اخف كتير جدا من البصل التخين، فانا عايزه هنا بصله رفيعه لاني مش عايزه طعمها يبقى حاد عندي قوي، بس هتدي فرق في الطعم غير عادي. ريهام معانا على التليفون. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ انا بس كان ليا سؤالين. اتفضلي. السؤال الاولاني حضرتك ما قلتيش نسبه اللحمه المفرومه بالنسبه للبرجر. نسبه اللحمه المفرومه للفول الصويا. حاضر. نص الكميه يا مدام ريهام. يعني نص اللحمه فول. نص الفول فول؟ لا، نص كمية اللحمة فول، يعني لو كيلو لحمة يبقى نص كيلو فول صويا. طيب والسؤال الثاني، الساور كريم. ده بيبقى تحت المسمى ايه في السوبر ماركت؟ لان لما بروح السوبر ماركت كريمة حامضة. نعم؟ كريمة حامضة. يبقى مكتوب كده عليه؟ بتبقى مكتوب على العلبة كريمة حامضة. اوكي، وبتبقى موجودة مع الكريمات. ده الاقيه مثلا في الجبن والألبان. في القسم مش بتاع الألبان، في القسم بتاع الكريمات والقشطة واللبنة والحاجات دي. طيب معلش في سؤال كمان. لا أموري. الجيلي. الإيه؟ الجيلي اللي هو زي الجيليكولا والكلام ده. أنتوا قلتوا قبل كده إن بكوين على نص كوباية مية؟ بكوين جيلي على نص كوباية مية ولا على كوباية مية؟ لا، على نص كوباية مية، لأنه لو على كوباية مش هيجمد الجمدان المطلوب يعني. ميرسي جدا يا مدام ريهام، نورتيني. حطينا ايه بس نراجع مع بعض عشان لو لسه حد مركز معانا دلوقتي. حطينا ملح، زبادي ومايونيز، حطينا عصير ليمون، وحطينا البصل الاخضر، كرنب. انا بحب التقطيعه دي اللي هي طويله شويه، في ناس بتحب التقطيعه اللي هي مكعبات رفيعه خالص زي اللي بنجيبها من محل ما، براحتكم زي ما انتوا عايزين. التقطيعه دي مش يعني مش الزام. منال معانا. الو. ايوه يا منال. الو. اتفضلي يا منال، انا سامعاكي. ازيك يا اميره، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. طيب أيوة، انا كنت دلوقتي فتحت التلفزيون لقيت على طول على الناجتس، وكنت عايزه اعرف انت طريقه البطاطا عاملاها ازاي. حاضر حالا. حاجه تانية؟ حاضر حالا. طيب نسبه برضو الجزر للكرومب، انتوا حرين، انا بحب الاثنين قد بعض يعني، انا بشوف كده، بس انتوا حرين براحتكم. قبل ما اقول على طريقه البطاطا، اهم حاجه بقى في الوصفه دي ان انتوا تغطوا الكول سلو من الصبح يعني لوقت الغداء، او من بالليل لتاني يوم، تتغطى في التلاجة
وعلى قد ما تقدروا تقلبوا فيها، يعني كل شويه قلبوا، في كل ساعتين تقلبوا فيها، كل ساعتين تقلبوا فيها. لا دي بتاعتي انا الكول سلو دي مش هديها لحد. فايه ده اللي هيديكوا بقى النتيجه المظبوطه، يعني بس عشان ايه تبقوا عارفين. طيب البطاطا احنا جبنا بطاطا بقشرها، نظفنا كويس قوي القشر بالفرشه، وبعدين قطعناها ويدجز زي ما هي متقطعه كده دلوقتي، وبعدين اديناها على البخار نص سوا. بعد كده حطيناها على ورق زبده عليه رشه من زيت الذره. بعد كده الخلطه اللي فوقيها دي فيها بابريكا، فيها توم بودره، فيها زعتر، فيها ملح وفلفل، فيها زيت ذره، وفيها كمان عسل ابيض. خلطناهم كويس جدا مع بعض، وبعدين حطيناهم ودخلناها الفرن. تعالوا بقى نقدم عشان الوقت كده. ايه ايوه انا قلت كده برضو. حاضر هنقدم على طول. ادي الكول سلو. لما هتعملوا الحاجات دي في البيت ان شاء الله للولاد وللكبار مش هتضطروا ان انتوا تجيبوها من بره تاني، وهتدعوا لي ان شاء الله. الناجتس، يوسف معانا على التليفون. الو ايوه يا يوسف. طنط. ايوه يا حبيبي ازيك؟ كويس. أؤمر. كنت عايز اعرف طريقه الناجتس. الناجتس حاضر يا يوسف هعيدها لك حالا. طريقه الناجتس، جبنه فراخ مفرومه، حطينا عليها بصل احمر مفروم ناعم جدا وكرفس مفروم ناعم جدا، حطينا عليهم توم بودره، بابريكا، زعتر، ملح وفلفل، حطينا عليهم شويه من البقسماط عشان يمسكوا المقدار كويس مع بعض، حطينا بقسماط من تحت وبقسماط من فوق، وشكلنا الناجتس بالقطعات. بعد كده جبنا الدقيق وبيض وبقسماط، وبعد كده قليناه في الزيت. دي الناجتس. معلش انا هستلف منكم الطبق ده عشان احط فيه البطاطا وارجعه لكم تاني. نغرف بقى هنا البطاطا بنفس الطريقه يا جماعه. ممكن نعمل البطاطس وممكن نعمل ميكس، بس البطاطا دي هتجربوها وهتعجبكم قوي قوي قوي. اللي ما بيحبش الحاجه تبقى مسكره قوي ممكن ما يحطش الايه العسل، يحط معلقه سكر واحده لو مش عايزينه يبقى مسكر قوي، بس يعني انتوا هتجربوها بالطريقه دي وهتعجبكم. نرجع الطبق مكانه، وبكده احنا نكون خلصنا النهارده المنيو بتاع الاطفال او الجانك فود اللي بناكله من بره. عملنا البرجر اللي باللحمه وفول الصويا، عملنا الناجتس اللي بالفراخ، وعملنا الكول سلو، وعملنا كمان الويدجز اللي بالبطاطا. اهم حاجه باكد عليكم ان انتوا تعملوا البرجر وتعملوا الناجتس وتخلصوهم خالص قبل ما تسووا، تحطوهم على سطح صينية أو حاجة في الفريزر، لما يجمدوا بنبتدي نحطهم ونحط بينهم فواصل أكياس في أطباق أو علب، ونشيلهم ونطلع عند الاستخدام على طول. جربوهم وبعتولي قولولي إيه رأيكم، ويلا أشوفكم بكرة إن شاء الله. Thank you.